انعقد اليوم الخميس 30 نوفمبر المؤتمر الوطني الرابع للجمعية التونسية لجراحة الفتق بنزل خاص في تونس العاصمة، بحضور جراحين مختصين من كامل تراب الجمهورية وخبراء من عدة دول شقيقة وصديقة كالجزائر وليبيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والكاميرون. وسيمثل المؤتمر فرصة لتدارس كل ما جد في ميدان جراحات الفتق المختلفة، وهو مرض موجود بكثرة في أقسام الجراحة العامة الجامعية والجهوية وفي المؤسسات الخاصة في تونس. ومن المقرر أن تقدم الجمعية دراسة شملت أكثر من 800 حالة استعجالية لاختناق الفتق، كما سيقوم المشاركون بتبادل ومقارنة مختلف تقنيات جراحة الفتق سواء بالطريقة الكلاسيكية أو المنظرية أو الجراحة عالية التقنية كالجراحة بواسطة الروبوت والذكاء الاصطناعي. المؤتمر هو رابع للجمعية التونسية لجراحة الفتق اللي باش يلتئم يومين 30 نوفمبر 1 ديسمبر. أوقات الدورات اللي في المؤتمر هذا عديدة. اليوم الرول وقع محاضرات وربط مع إيطاليا وفرنسا في كل ما جد في جراحة الفتق في الدول هذه، مع كامبانيلي، مع غيرو كامبانيلي ميلان غيرو في فرنسا، ووقع التدارس والتباحث في كل ما جد في الجراحة الفتق. بالنسبة للتو الدورة الأحادية هي دورة تلم كل حالات الفتق المخلوق، معناها مضاعفات الفتق، إترانجلمان، يعني مضاعفات اللي في الإترانجلمان في الشكارة متاع الفتق بيدها مصرانة توحل ونجم تؤدي إلى قصر مصاب. هذاك علاش نأكدوا كونه الفتق اللي عنده فتق مذبيه يكشف ويقع من عمليته في المرحلة قبل المضاعفات. قد ما العملية قبل المضاعفات سهلة ونتائجها بحولها طيبة للمريض، قد ما وقت اللي تتعكر تتبدل المعطيات كل واللي أصار مصار في بعض حالات مصرنا على الجنب وتجم تؤدي إلى تكون أخطر، ما يكون أكثر في المستشفى يقعد أكثر مضادات حيوية وغيرها. الفتق موجود من أكثر العمليات اللي تقع في الأقسام الجراحية. هذاك علاش الإنسان اللي متفطر غير بكري ويعمل عملية قبل مرحلة المضاعفات. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.